تقريبا مازال ما وصلنا حتى الشيء. دينا نحضر في اللوكال هذا المقر، انه نحبوا هو مقر ما تستقروا لمحاله مش نتاع بلديه، ولكن باش نستغلوه مبدئيا حتى اللي تتركز الامور ونجموا نعملوا مقر جديد الى اخره. ثم شويه اشغال داخل، لكن بكل صراحه قطره قطره. يعني هذا مش معناها كل الجديه وكل الحركيه النشيطه، معناها باش نحركوا البلاد شوي، ما ثمش، بطيئه جدا والله، متعطله، ما ثمش اراده سياسيه واضحه، وثم غموض، وما بقاش ادراج هذا من المصالح البلديه في الولايه، وبقت تابعه المجلس الجهوي، والمجلس الجهوي بطبيعه ما عندوش شكل الخبره والتقنيات اللازمه باش يأهل بلدية محطة حديثة، فهمتي؟ والاعتمادية الميزانية، احنا كنا مجلس قروي تابعين المجلس الجهوي، الميزانية ما عندناش ميزانية، يصرف علينا المجلس القروي، المجلس الجهوي يعطونا حكاية 500 تيترا في الثلاثية مازوت، ونكتفوا بذلك. من المسؤولين، انه المسؤول نهار لقى ثم حراك يجيك مسؤول يقول لك الجمعة ذي نحلوا البلدية. أنه وقت ما دخلت وشفت البلدي ما فيهاش حتى شيء حاضر. أنا تبرعت بقطعة الأرض هذه لفائدة إحداث بلدية العين البيضاء، فندق لصيف معتمدية حفوز ولاية القيروان، تبرع تلقائي من نفسي لفائدة المصلحة العامة. يوميا احنا لا يسألوني يوميا، يسألوني شنو وين وصلت؟ وين وصلت؟ خاطر هنا المواطنين بعيد عليهم بلدية حفوز، وبعيد عليهم